اهلا فيكم اصدقائي بفيديو جديد مع انا يارا. الفيديو اليوم راح يكون هو تتمه للسلسله اللي انا بلشتها. سبق وحكيت عن الافعال هالتن وليجن، اما اليوم فجاي احكي لكم عن الافعال اللي كلياتها مشتقه من فعل فايزن. سبق وسالتوني عن هذا الفعل، فراح اعمل لكم هذا الفيديو والفيديو الجاي عن هدول الافعال، لانه هن تقريبا بيطلعوا لهم شيء 15 فعل راح اقسم لكم اياهم على فيديوهين. قبل ما بلش بالفيديو بدي لكم مثل العاده لسه ما مشترك بقناتي على اليوتيوب لا ينسى يضغط على زر اشتراك ويفعل زر الجرس، وبالاضافه لهذا الشيء صفحاتي على الانستغرام والفيسبوك بتلاقون هلا ظهروا هون. اي سؤال فيكم تتركوا لي اياه بالفيسبوك، اما اذا حابين تتابعوني فروحوا على صفحتي على الانستغرام. اما هلا خلينا نروح ونبلش بالفيديو. طيب اصدقائي، الفعل الاول اللي راح بلش لكم فيه هو فورفايزن. فورفايزن تجي بمعنى يبرز. راح اعطيكم مثال. مثلا انتم كنتوا بالرات هاوس اللي هي البلديه وبدكم شي شغله معينه، فممكن الموظف يطلب منكم انه تطلعوا هويتكم، فممكن لكم اياها بهي الجمله: können sie bitte ihren ausweis vorweisen. können sie bitte ihren ausweis vorweisen معناتها هل يمكنك ابراز هويتك. الفعل الثاني هو zuweisen. zuweisen تجي بمعنى يخصص، يعني انه يخلوا شخص ياخذ شيء معين. مثلا رح اعطيكم مثال: شخص عم يشتغل بشركه، فهي الشركه بتعطي انه سيارات لكل الموظفين عندها، فممكن انا استخدم هذا الفعل بهذا السياق. مثلا بقول لكم: دي فيرما هات ديم مت ارباتر اين اوتو زوغيفيزن. دي فيرما هات ديم مت ارباتر اين اوتو زوغيفيزن، هذا معناته انه الشركه خصصت الموظف بسيارة، يعني عطته سيارة. بهي الحالة الموظف أو الشخص اللي نخص بشغلة معينة بيكون بموقع ذاتي. الفعل الثالث هو aufweisen. aufweisen يعني يظهر. شو يعني؟ مو يعني شخص عم يظهر شيء معين، لا. مثلا إذا أنا إجا لعندي، كنت دكتورة وإجا لعندي مريضة وعملت لها فحص، فقلت إنه هاي المريضة عندها كل أعراض الجريب، يعني تظهر كل أعراض الجريب. فهون شو بقول؟ دي باتينتن فايست alle symptome der grippe auf، يعني المريضة تظهر أو يظهر عليها كل أعراض الجريب. فهيك بتجي بمعنى auf weisen، يعني يظهر شيء معين. هلا بقى جينا للفعل الرابع هو abweisen. abweisen معناته يرفض. شو يعني؟ إذا أنا بدي أقول إنه أنا قدمت طلب رفع الراتب وارتفض، فبقول ساعتها انه مثل يعني تمني بانه يرتفع راتبي ارتفض. بالالماني بنقول mein wunsch nach mehr gehalt wurde abgewiesen. mein wunsch nach mehr gehalt wurde abgewiesen، يعني مثل امنيتي بانه يرتفع راتبي ارتفضت. طبعا هون جاي بموقع مبني المجهول لهيك قلنا wurde abgewiesen. اما هلا فمنجي لفعل anweisen. اكيد كثير من الاشخاص وقت اللي بيشتروا شغله كهربائيه او حتى اي شيء صغير او بسيط بيجي معه ورقه بيكون مكتوب عليها gebrauchs anweisung. gebrauchs anweisung هي مثل دليل الاستخدام. ف anweisung هي معناتها مثل ارشادات، او anweisung ارشادات. anweisung يعني ارشاد. ففعل anweisen معناتها يرشد او يعلم. ففيني انا مثلا اقول mein vater hat mich angewiesen der laptop zu reparieren. mein vater hat mich angewiesen der laptop zu reparieren، يعني ابي علمني او ارشدني كيف استطيع اصلاح اللابتوب او الجهاز المحمول اللي هو الكمبيوتر يعني المحمول. هلا جينا للفعل الاخير معنا لهذا اليوم هو sich ausweisen. sich ausweisen يعني يعرف عن شخصيته او يظهر شيء بدل على شخصيته. مثلا ممكن نكون نحن بقلب السيارة، بيوقفنا الشرطي وبيجي لعنا بيقلنا können sie sich bitte ausweisen، فبيكون بهي الحالة او بهي الطريقة هو عم يطلب منا بشكل غير مباشر انه نحن نفرشي اي شيء بيثبت شخصيتنا، يعني جواز، هوية، شهادة سواقة، اي شيء من هدول. فهي شوي بتجي بمعنى الفعل اللي حكيته قبل وقت اللي انا قلت لكم انه können sie bitte ihren pass او ihren ausweis vorweisen. هلا vorweisen بيجي يظهر، ممكن تجي لجواز او هويه او شيء ثاني، ممكن تجي لاشياء ثانيه غير ما لها علاقه بالشخصيه.
بس إذا قلنا können Sie bitte Ihren Pass vorweisen أو إذا قلنا können Sie sich bitte ausweisen فهدول الاثنين بيكون لهم نفس المعنى. هدول كانوا أصدقائي الأفعال لهذا اليوم. إذا حابين تشوفوا الأفعال الثانية اللي إلها علاقة بفعل weisen فلا تنسوا تروحوا تشوفوا الفيديو اللي بعده. أما هلا بدي أقول لكم إذا عجبكم الفيديو أكيد لا تنسوا تحطوا لي لايك, تبعتوا لأصدقائكم أو تنشروا عندكم على الصفحات وتعملوا لي تاج ممكن على الإنستغرام وأنا فيني أرجع انشر هذا الشيء عندي لشوف قديش منكم فعلا عم بينشر الفيديوهات تبعاتي. أما هلا أصدقائي فبدي أقول لكم بتمنى لكم نهار سعيد. Tschüss.